برضو من ضمن الأقسام الجديدة في أسطوانة رمضان السنة دي سنة 1432 هجريا هي المسابقة الرمضانية. نزلنا مسابقة، والمسابقة دي متجددة، يعني من الممكن عمل تحديث للأسئلة في حالة توفر الإنترنت على الجهاز. المتسابق بيدخل صورته من خلال النقر هنا، وبعد كده بتتفتح ديالوج وبنختار الصورة اللي احنا عايزين نضيفها من على القرص الصلب بتاعنا، وبرضو بندخل الاسم. لكن لو احنا مثلا مش عايزين ندخل صورتنا ولا نكتب اسمنا هنا، بنخلي كل حاجة على وضعها وبنبتدي المسابقة. لكن الصورة والاسم بنحتاجه في نهاية المسابقة عشان يظهر مع النتيجة. فمثلا برضو قدامنا اختيارين، هو تشغيل الأصوات، وهي بتبقى عبارة عن خلفية من نشيد، لأن أسطوانة رمضان بنبعد عن الموسيقى وبنحط دايما الأناشيد، وحتى لو كانت في خلفية بنجيبها من نشيد وبنحطها. فتشغيل الأصوات يعني بنشغل زي خلفية للنشيد. وبرضو في تشغيل الوقت، وهي عبارة عن إن بتدي للمتسابق 30 ثانية للإجابة على السؤال، ولو ما جاوبش على السؤال بتتحسب إجابة خاطئة، وبعد كده بيجي السؤال اللي بعد كده. الأسئلة الطبيعية هو في 30 سؤال. فمثلا لو على الحال ده، وخلينا تشغيل الأصوات وتشغيل الوقت، وضغطنا بدء المسابقة، بتبتدي المسابقة وبنسمع الخلفية، وبيبقى قدامنا العداد شغال لحد أما بنختار إجابة من هنا وبنضغط عليها، وبالتالي لو كانت صح بننتقل للجواب اللي بعد كده، ولو كانت غلط وأنا يعني هغششكم الإجابة دي. فمثلا لو قلنا هي سورة التوبة، إجابة صحيحة، ننتقل للإجابة اللي بعد كده، ويبتدي عدد جديد. ممكن نلغي الصوت وبنستمر عادي جدا. ولو نهينا المسابقة من غير ما نكملها بتظهر لنا النتيجة. فلو نهيت دلوقتي مثلا، طبعا أنا هبقى خاسر يعني، عشان أنا ما استمرتش للآخر الأسر. لكن لو احنا كملنا للآخر بتظهر هنا صورة المتسابق، وبيظهر هنا اسمه وعدد الأسئلة كلها 30 سؤال، وعدد الإجابة الصحيحة 1، إجابة خاطئة، والتقييم. لو كان التقييم هو هنا 100%، بتنشط صورة هنا أو بينشط زر هنا بيتم الضغط عليه، وبعد كده ياخد المتسابق الجايزة بتاعته. وأنا مش هتكلم عن الجايزة دي، أنا هسيبكم أنتوا تكتشفوها. وبيبقى قدامنا هنا بعض الخيارات زي حفظ نتيجة المسابقة في صورة، لو ضغطنا هنا مثلا بنختار وبنغير الاسم، وعلى مثلا ونختار المكان على القرص الصلب، وبعد كده بنضغط سيف. كذلك ممكن نعمل حفظ نتيجة المسابقة في مجلد، يعني لو ضغطنا هنا وهنختار مجلد ونحفظ فيه النتيجة، وهو بيبقى عبارة عن أبليكيشن بيضم الصور والملفات الخاصة بالمتسابق، أو مثلا نخليه على الديسكتوب ونقول له أوكي، فبيتعمل لنا فولدر. تم الحفظ بنجاح، هل تريد عرض الملف الآن؟ يس، تم فتح الملف اللي احنا خزننا فيه النتيجة، وبيبقى بيضم الصورة بتاعة المتسابق برضو والتقييم بتاعه والجايزة بتاعته في هذا المجلد. من قائمة النتائج السابقة ممكن نعرض كل نتائج المتسابقين اللي لعبوا على هذا الجهاز، وبالضغط على حذف الكل بنحذف كل النتائج السابقة ما عدا النتيجة الأخيرة اللي هي بتتعرض قدامنا دلوقتي.